انه اعظم نعمه انعمها على المسلمين انه لا يرضى بدين سواه. قال سبحانه وتعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اللهم انك تعلم ذنوبنا فاغفرها، تعلم ذنوبنا فاسترها، وتعلم حوائجنا فاقضها، وتعلم مرادنا فاحفظها. وصل اللهم على عليك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن اربعه الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين. وانصر اللهم عبدك امام هذه البلاد محمد بن الحسن. اللهم وفقنا واياه لكل عمل حسن، اللهم وفقنا واياه جميع ولاة المسلمين لقوة الطاعة، اللهم وفقنا واياه لعمل كتاب الله ولاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وأبقيهم الجنة مع الفرار برحمتك يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا 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 ومنك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بسيط.